انا تحديدا انا في مجموعه مرتبط بيها اللي هي المناصرين الوفيين، لانهم كل بلد بيلعب فيها منتخب الجزائر هم موجودين ومن حسابهم الشخصي، يعني مش حد جايبهم، لا هم اللي جايين. فالناس دي بتحب بلدها، والناس ده انا في فيديو صورت المباراه اللي فاتت لباريجو اللي هو المناصر الوفي كان بيبكي وقت السلام الوطني. فانت بتتكلم عن ناس بتعشق بلدها، السلام الوطني بيخليهم يبكوا، فاكيد الناس دي مهما نتكلم ومهما نوصفهم مش هنديهم حقهم، هم يستاهلوا اكتر من كده بكتير.